تليفونك ده اللي عامل على الجرس؟ ما تليفون انا مالك؟ فايبريشن يا ابني اكرهها فين انت خرجان من الاجابه؟ هلا جيت اهو. يا عم عوض رد رد رد. ها يا عم عوض انت فين؟ هنا. بترقص عليا ليه؟ انا بقالي ساعه بتكلم معاك ما بتردش ليه؟ ما بردش ليه؟ عشان تليفون انا حر. هتقول لي كل سنه طيب انت التاني؟ طيب ايه؟ وجبت ايه؟ الدنيا هنا مقلوبه عندنا في الاماره. الامن جاي مصفحات وجايب رجاله عاوزين يهزوا الاماره. ايه؟ شجانك كله هيروح على الارض يا بركه الحاجني. بتتهد كيف يعني؟ ده انا برمج الدنيا فوقاني تحتاني. اقفل. لسانه سودا وفجريه يا بوش فجر انت. عم بركه هيقولوا لك ليه كل سنه طيب الناس دي؟ اخرس. عاجبك الجيم مصلحه وكل ما نسالك فين الورقات والورقات موجوده فين الرخص الرخص موجوده وجيبي عاجبك الخراب كله جاء على راسنا يا عم ما كلها بانيه ومعليه بالحب ومن غير ورق المشكله بقى البركه اللي مكرر فيه خلق الله ده الحي كله جاسس عليه على الطلاق لو بنى جامع ليه دهون جامع مالك انت من الجامع مالك انت ايوه بركه ها ها اجيب الرجاله والعيال وصغارهم كله الحريم كله طيب 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 انتوا اللي وصلتوا الموضوع لكده يا اخي وصلنا ليه؟ مالكوا وصلنا والله العظيم يا مهملين يا باشا العماره دي بتاعتي كيف احنا يا بيه العماره دي بتاعتي افتح الباب يا باشا العماره دي بتاعتي ما اقول لك اروح للراجل ده وافهمه جريه فؤاد باشا انت ما وراكش غيري العماره دي مبنيه على املاك الدوله المصريه يا استاذ بركه يعني العماره بتاعتنا دي مبنيه على املاك الدوله المصريه وكل العمارات اللي حواليها مبنيه على املاك الدوله الفاطميه انا راجل مجاول بان العماره دي للراجل ده وما طلتش منه مليم احمر خلي بالك انتوا كده بتشجعوا التطرف ما انا جهزت لك 200000 جنيه ورنيت عليك ما رديتش عليا بقى يعني ايه ما ردتش كسر عليه البيت كسر عليه التليفون انا راجل حساس يا عم انا راجل حساس وما بحبش ازعج حد لما بتتوفر معايا الفلوس بكلم الديان اللي بيرد عليا بياخد فلوس وما بيردش ما بياخدش انا مديون لطوب الارض يا حاج تمام يا فندم احنا جاهزين يا باشمهندس فؤاد شوف شغلك لا معلش انا اسف قبل ما تشوف شغلك وتدمر العماره بتاعتي هد كل العماير اللي حواليها العماير دي سكنت خلاص ولا انت مش شايف الغسيل اللي بينقط يا بركه غسيل بينقط غسيل اللي بينقط الحقوني يا خال طلعوه بره طلعوه بره خلينا نشوف شغلنا تحملوا مسؤوليته امام الله احنا جاهزين يا ست العميد رجع لي يا ابني الناس دي كلها ورا بسرعه هنفجر وقفوا التفجير وقفوا التفجير هنموت منفجرين وهتبقى جريمة أكبر من هيروشيما ونجازاكي وهتبقى فضيحة التوك شو كلها يا بركة أنت كلامك كلام السلطات أنا لا بقاوم ولا بتخبي العمارة مهولة بالسكان العمارة دي فيها أطفال ونساء وشيوخ وطيور كمان وريهم يا واد الفرودة ب 30 جنيه وإن كان على الغسيل يا فؤاد باشا الكل يخلع وينشر كله يخلع هدومه وينشر يلا تعال يا بركة ولو عايزه غسيل بينقط يا فؤاد باشا ناويني اقعد لا ده اتجنن فعلا اه بينقط 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 ماما جت يا بركة جاية معاها التورتة يا اخي كتك مو جراه يا بركة هو انت كل عيد ميلادي بقى بعديها مصيبة يا ابني ده احنا لسه ما فوقناش من مصايب اعياد الميلاد اللي فاتت يا بصبتك يا فريدة شجع عمرك اللي اتدينت عليها يهدوه خد التجيلة هنتضرب من البيت ونتشرر في الشوارع ومستقبل الناصع بالسواد هيكمل في السجن عشان وصولات لملومة بضيف الدور والباقي عليك انتو ابنك يا مدام بيقاوم السلطات عامل لي فيها بطل وانا قلت 500,000 مرة بكرة يجي تحت درسي وهو جه ايوه مظبوط 500,000 جنيه كويس قوي بكره اقابلك ونديهم لك ان شاء الله سيادة العميد اعتقد مش هنقدر ننفذ الامر لان العماره مشغوله بالسكان ودراستكم الامنيه بيتهيألي ما بتقولش كده يا بركه انزل هيأجلوا التنفيذ انا مش ممكن انزل غير لما الم الغسيل انا